حاولي لانك انت مش اهم حاجه في حياتهم، لان لما انت اهم حاجه في حياتهم وانت فعلا عامل ايجابي في جواك في مشاعرهم، كانوا اول ما هيجوا وانت ملخومه مثلا في المطبخ، هي ماما ازاي عايزه حاجه نساعدك يا ماما بتعملي ايه؟ هدوق ده لسه ما تقصوهاش، لا 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 هدوق، طب دوق ده يعني ده كان بيتعمل زمان بالظبط، بس ما بقاش تاني دلوقتي. احنا غلطنا، احنا غلطنا، احنا فيهنا بالوظيفه وبخروج المراه والاستقلال وتحقيق الذات ونسينا تحقيق الذات من خلال اولادنا، من خلال يعني انا ليا اولادي كانوا مشكلتنا ان كلهم عايزين يكلموني انا في نفس الوقت، واخد بالك كلهم في المطبخ، واخد بالك انا كنت بعمل رسائل وحاجة مصطفى الله يرحمه والدعوه بالظبط ووفر لهم وقت طبعا، واخد بالك يعني. وبعدين كنا دايما ناكل جماعه يعني ما فيش حد واحد في اوضته، مش كل واحد في اوضته، بالاضافه علشان ما اظلمش ان الام بتنشغل فيما لا يجوز انها تنشغل فيه. زي ايه؟ هقول لك. تليفون جالها من صاحبتها اللي معاها في الشغل، اصل حصل لنا مشكله ما اعرفش ايه. ما هي الدكتور لها حياتها، يعني هي عايزه تقول الاحتواء، الاحتواء ما بيجيش كده على طماطم اطلاقا، لازم تكوني العربيه بتمشي من غير بنزين. لا الام هو البنزين، هي المحرك الاساسي. والله يعني دكتور الام المسيطره، الام اللي هي بتحرك عيالها، الام المسيطره بتفقد تماما تماما الاحتواء، لان فقد الشيء لا يعطيه. انت يعني بتسيطري على ايه؟ ده انت مالكيش حاجه، لان انت هتجيلي تقولي لما تيجي بنتك تشتكي لك من مشكله.